إذن حبس أنفاس يسيطر على المنطقة مع اقتراب الموعد المنتظر للرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. ما مصير المنطقة وماذا عن لبنان والخشية من تداعيات أي تصعيد على الجبهة الجنوبية؟ ينضم إلينا الكاتب والصحفي قاسم قصير. صباح الخير أستاذ قاسم. صباح الخير لحضرتك لكل المشاهدين وكل عام وانتم بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا فيك معنا. قبل الدخول في الموضوع الاساسي استاذ قاسم وهو الرد الايراني المنتظر، خلينا نفوت شوي على كيف تقرا المشهد اللبناني الامني تحديدا، خاصه بعد الاحداث الاخيره التي حصلت وتسليط الضوء على ملف النازحين السوريين. نحن أمام خطر أمني كبير في لبنان بسبب حالة الفراغ التي تحصل نتيجة الوضع السياسي، وما حصل ليس فقط من خطف وقتل باسكال سليمان، ما حصل للحاج محمد السرور في بيت مري يشير إلى حجم الخرق الإسرائيلي للواقع اللبناني، أن هناك إمكانية لفرقة إسرائيلية تدخل إلى لبنان وتستأجر منزلا وتستدرج أحد اللبنانيين وتقتله ويبقى في الشقة لعدة أيام دون أن يكتشف أحد ذلك. نحن أمام خطر يشبه إلى حد ما مرحلة ما قبل 1975 عندما شهدنا أحداث أمنية مهدت للحرب الأهلية في لبنان. هناك خوف كبير أنا برأيي، وللأسف الخطاب السياسي يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتجيش الداخلي، يعني حرب، دعوة إلى المواجهة والدعوة إلى مواجهة حزب الله وغير ذلك من الشعارات، مواجهة الاحتلال الإيراني تؤدي إلى يعني نوع من تشجيع البيئات. سمعنا أمس خطابات في خلال تشييع باسكال سليمان حزب الله إرهابي، عندما يتم توصيف حزب طويل عريض في لبنان بأنه إرهابي، يعني دعوة كل المواطنين الذين يختلفون مع الحزب إلى مواجهته. هذه خطر كبير، إسرائيل تدخل من هذه الواجهة، الفراغ الأمني يسمح سواء لنازحين سوريين أو غير نازحين سوريين. يعني لبنان اليوم مكشوف أمنيا رغم أهمية دور الأجهزة الأمنية والتي تسعى لكشف بعض الشبكات التي تدخل إلى لبنان، لكن نحن أمام خطر جدي، وأنا برأيي إذا لم يتم تدارك هذا الموضوع سياسيا وأمنيا سنكون أمام أوضاع غير طبيعية في المرحلة المقبلة. طيب بالانتقال إلى الضربة الإيرانية أستاذ قاسم، ما في حدا بيقدر يحدد موعد هذه الضربة، ولكن وسائل الإعلام نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه ساعات قليلة تفصلنا عن هذه الضربة، بس مثل ما ذكرت ما حدا بيقدر يعرف أي متى، خاصة إيران يعني موصوفة أنه عندها ضبط نفس، ما بنعرف أي متى ممكن أنه توجه الضربة، ولكن بتقديرك قد ممكن تكون حجم هذه الضربة؟ هل ممكن أن تؤدي إلى حرب شاملة؟ يعني أولا الضربة الإيرانية مؤكدة، وهذا ما أكده قائد الجمهورية الإسلامية في خطبة عيد الفطر عندما هو تولى لأول مرة منذ سنوات طويلة إلقاء خطبة عيد الفطر وهو حامل سلاحا، لأن هذا يعني نوع من عادة إيرانية بحمل السلاح عندما يكون في خطبة عيد الفطر أو خطبة الجمعة، وعندما يقول السيد الخامنئي أن إيران سترد يعني سترد. يبدو واضح خلال الساعات الماضية أن الإيرانيين أبلغوا بعض الدول العربية ووصلت هذه المعلومات الأمريكية أنه إذا قامت أمريكا بالمشاركة مع إسرائيل بالرد على إيران سيتم استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. من هنا يمكن استنتج الأمريكيون أن الضربة أصبحت وشيكة، لكن الإيراني يعتمد أولا على أسلوب المفاجأة، لأنه لا يمكن توجيه ضربة عسكرية في ظل استعداد أمريكي وإسرائيلي للرد على الصواريخ أو الرد على الطائرات المسيرة. ثانيا الايرانيون حسب ما الملاحظ يلعبون بلعبه يعني الاعصاب مع الاسرائيلي، يجعلون الاسرائيلي يقوم بحاله استنفار منذ اسبوع تقريبا، وهذه انعكست سلبا على الواقع الاسرائيلي حتى تكون الضربه مفاجاه. انا تقديري يعني لا استطيع ان اقول الايام القادمه او الساعات القادمه، لكن الضربه لن تتاخر كثيرا وسيتم استهداف اسرائيل مباشره وليس عبر الوكلاء كما يقول البعض او خلفاء ايران، لأن السيد الخامنئي قال بالعبارة الواضحة والصريحة أن ما تم ما جرى في دمشق ليس استهداف أرض سورية، هو استهداف أرض إيرانية، لأن القنصلية الإيرانية تعتبر أرض إيرانية وهذا اعتداء على إيران ومن حق إيران الرد. نحن ننتظر، لا طبعا ليس عندي معلومات حقيقة، لكن حسب مصادر الإيرانية التي أتواصل معها
أن الضربة قادمة ولن تتأخر كثيرا. طيب أستاذ قاسم، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب تستبعد أن إيران ترد من داخل إيران، من أين ممكن أن يكون الرد إذن؟ من سوريا، من ربما هجمات حوثية، ربما هجمات على سفارات إسرائيلية حول العالم، ماذا في المعلومات؟ أنا حسب معلوماتي أن الضرب سيكون من إيران، وأن الإيرانيين يستعدون اليوم ويجهزون سواء على مستوى الصاريخ أو الطائرات المسيرة. طبعا هذا يتطلب تجهيز لوجستي، لأن المسألة ليست سهلة، لأنه ليست دولة يعني بمعنى قريبة من إيران، تحتاج إلى كيلومترات طويلة. إسرائيل في حالة استنفار، لأنه أي ضربة إذا لم تكن ضربة قاسية ومؤذية لإسرائيل ستسمح لإسرائيل بضرب كل سفارات إيران في المنطقة ولا تجد من يرد عليه. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، نحن أساسا في حالة مواجهة، يعني اليمن تخوض مواجهة، العراق، لبنان. هلا إذا تصاعدت الحرب وهذا أدى إلى استنفار قوى الحليفة لإيران في المنطقة، في حال ردت إسرائيل على الضربة الإيرانية وتوسعت الحرب، أنا برأيي كل الجبهات ستكون احتمال اشتعالها. لكن فعليا وعمليا وحسب أكثر من مصدر إيراني أن الرد سيكون إيرانيا، وهذا ما أكده حتى السيد حسن نصر الله في آخر خطابين له، لأنه لا يمكن لإيران أن تتكل على أحد بالرد على اعتداء جرى على أراضيها مباشرة. هذه نقطة مهمة، وهذه لها علاقة حتى بالمنطق الإيراني الداخلي، ما يسمى الكرامة الإيرانية، لكي تبقى إيران قوية تجاه مواطنيها على الأقل أو تجاه العالم، أن لا تسمح لأحد بالاعتداء عليها. لكن قدمت صحيفة جيروزاليم بوست تحليلا لأنواع الهجمات التي يمكن أن تنفذها إيران، من بين هول السيناريوهات أن تدفع إيران بحزب الله إلى توسيع الجبهة في الجنوب، بحيث إسرائيل بتصير بتواجه حربين، حرب من الداخل من الجنوب مع حماس، وحرب شمالا مع حزب الله. كيف تقرأ هذا الكلام؟ حسب معلوماتي حتى الآن حزب الله حريص على عدم الذهاب إلى حرب واسعة، وهذا ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية إلى اليوم، يعني منذ بدء حرب غزة، رغم حجم الضربات التي تلقاها حزب الله ولبنان طيلة الأشهر الستة وسقوط عدد كبير من الشهداء، حزب الله حريص، وهذه طبعا برسم كل اللبنانيين الذين يتهمون حزب الله بأنه يريد أخذ لبنان إلى حرب، حريص على ضبط النفس، أقصى درجات ضبط النفس طيلة الأشهر الماضية، وأكد أن المصلحة الوطنية هي التي يعني تتحرك أو تحرك أدائه في المرحلة. أنا لا أعتقد أنه في هذه المرحلة حزب الله سيقوم بعمل لخدمة إيران بالمعنى أو لذلك، لكن إذا تعرض لبنان إلى اعتداء إسرائيلي حزب الله جاهز، ولكن فعليا إيران هي التي سترد، ولن إلا إذا صعدت إسرائيل الجبهات كلها، وهذا ما يريده نتنياهو منذ فترة. وحزب الله مستعد حسب معلوماتي لأي توسعة للجبهة في حال قامت إسرائيل بذلك. أما أن يكون تصعيد الجبهة فقط لمساند إيران غير مستبعد، لكن هذا مرتبط بالوضع بغزة كذلك. كلما تصاعدت العمليات في غزة حزب الله يساعد عملياته في الجبهة الجنوبية. اليوم نحن نلاحظ في الأيام الماضية يعني في تراجع بنسبة العمليات أساساً، وطبعا امس يمكن صار في اسرائيل وسعت دائره الاستهداف الى منطقه جبل ريحان وعرمتها، لكن حزب الله عملياته لا تزال تقليديه في الايام خلال عيد الفطر وبعد عيد الفطر. هلا ماذا سيجري في الساعات او الايام القليله؟ لا احد يستطيع يمتلك معلومات، لكن حزب الله جاهز لاي توسع للحرب من قبل اسرائيل. نعم. الكاتب السياسي والصحفي قاسم قصير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.